السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى مجمل القول وأبرز ملفات هذا المساء. العالم التخفي تحت جائحة كورونا. كورونا الانتقال من مرحلة الدفاع ضد الفيروس إلى الهجوم. أهلا بكم. يبدو أن سلبيات جائحة كورونا العالمية لم تقف عند التبعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بل تعدد ذلك إلى التبعات السياسية والأمنية حول العالم. فانشغال كثير من الحكومات والأنظمة بمعالجة آثار هذا الوباء على كثير من الأصعدة ومسابقة الزمن في احتواء آثاره ومحاولة تقليل انتشاره وتبعات هذا الانتشار أوجد فرصة لبعض التنظيمات الإرهابية والميليشيات المحلية أو عابرة الحدود في مثل هذه الأوضاع الاستثنائية بيئة خصبة لها للتحرك. فداعش تحاول تهريب نساء من مخيم الهول في شمال شرق سوريا، والحوثي يحاول استهداف ناقلات النفط في خليج عدن، وحزب الله ينقل السلاح بطائرات شحن قطرية من طهران إلى بيروت، وميليشيات العراق الموالية لطهران تستهدف قوات التحالف في بغداد. فهل غفت عين العالم عن هذه التنظيمات تحت ضغط تبعات الفيروس؟ وهل المرحلة تستوجب طرقاً بديلة للتعامل مع هذه الاختراقات؟ وأم أن هذه التنظيمات في خطرها تشابه خطر الفيروس بفتكه بالبشر؟ أهلاً بكم. الزام جديد إلى مجمل القول وملفات هذا المساء، نتحدث فيها عن تخفي كثير من التنظيمات والميليشيات الإرهابية تحت جائحة كورونا العالمية. ضيوفي في هذا الملف المستشار سالم اليامي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، وعبر الاتصال من دبي الأستاذ مشاري الذايدي، الإعلامي والكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بضيفي الكريمين. سيدات والسادة، فاصل قصير نعود بعده لفتح باب النقاش في هذا الملف، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم أعزائي من جديد إلى مجمل القول وأولى ملفات هذا المساء، نتحدث فيها عن تخفي بعض التنظيمات والميليشيات تحت جائحة كورونا. ضيوفي في هذا الملف المستشار سالم اليامي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، ومن دبي عبر الهاتف الأستاذ مشاري الذايدي، الإعلامي والكاتب الصحفي. نبدأ معك أستاذ مشاري، أنت اليوم لك مقال بعنوان التسلل تحت غبار كورونا، تحدثت فيه عن تحدي سياسي يواجه الدول إلى جانب التحدي الاقتصادي والاجتماعي. يعني ماذا تقصد بالتحدي السياسي؟ هل هو تحديدا أمني أستاذ مشاري؟ أولا مرحبا بكم ضيوف الكرام والمشاهدين الكرام، ونسأل الله العافية للجميع. آمين. الحقيقة هو كورونا هي ليست جائحة صحية فقط، هي الحقيقة جائحة سياسية، طبعا جائحة اقتصادية في مقام أساس، لكن بالشق السياسي أنا أعتقد أنه أنت لاحظ نشرات الأخبار يا أخي الكريم، ولاحظ ما يأتي حتى على هواتفنا الشخصية من وحتى على الأشياء يعني اللي يعني مجموعات الأصدقاء عبر الواتساب، أو 80 إلى 90 أحيانا 100% كلها تدور حول كورونا، إما أخبار عنها أو إشاعات أو معلومات أو أخبار حقيقية أو تنبيهات حكومية أو حتى نكت.
فكل الامر صار الاتنشن او الاهتمام او التركيز منصب على كورونا. طبعا هذا شيء مبرر اكيد بسبب انه امر جديد وجائحه غير مسبوقه واجراءات حكوميه اتخذت على مستوى العالم غير مسبوقه، لكن اخشى ما اخشى انه يستغل الناس اللي عندهم اجنده في المنطقه هذا الاهتمام وهذا التركيز لتمرير معاركهم او اجنداتهم الخاصه بهم. وانا نرى مثلا في اليمن في نشاط للحوثي متزايد وفي نشاط للجماعات القاعده، استهدفت ناقله نفط سعوديه في خليج عدن هذه الايام، مرت الناس ما انتبهت لها، استهدف رجال الهلال الاحمر الاماراتي في عدن، في مشاكل ايضا حتى من بعض المجاميع المحسوبه على جماعه الاخوان اليمن، والاحداث التي في المهره وهي احداث جدا مهمه ومفصليه وهامه في مستقبل اليمن. اذا انتقلنا الى العراق نجد الان ازمه وجوديه كبيره بين المكون الشيعي نفسه من خلال المرشح الجديد عدلان الزرفي، وهو محسوب على الطائفه الشيعيه لكنه رجل اداري بيروقراطي او لنقل يقال انه مقرب الى 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 الاداره الامريكيه بشكل او باخر. الان في اصطفاف من الاحزاب الشيعيه للبيت الشيعي وكونت لجنه سباعيه للحيلوله دون وصول هذا الرجل. الاشتباك الامريكي الايراني من خلال ايران من خلال وسطائها في حرب على معسكرات التاجي هذه، هل ممكن البنتاغون يهدد بالرد الان؟ ما يجري ايضا في ليبيا وهو امر كبير وخطير. الاخبار مررت هذه الايام انه في الزحمه في طائره قطريه تابعه للخطوط القطريه اوصلت يعني سيرت رحله مشبوهه من ايران الى بيروت والى عبر قطر، وقيل لما رصدت هذه الرحله كان جواب الشركه القطريه انها كانت تحمل شحنه اغنام من بيروت الى قطر. طبعا كلام غير مصدق، اكيد انه لم تكن شحنه اغنام، كان شيء اخر يعني. فما اريد القول انه نحن امام، لا اقول الى عدم لا ادعو الى عدم متابعه اكيد موضوع كورونا، هو الموضوع الرئيسي في العالم ليس في السعوديه او في المنطقه فقط، لكن ادعو الى ان يكون في يقظه تامه على الخطوط الاخرى حتى لا تمرر بعض الوقائع وتفرض بعض الوقائع في ظل انشغال العالم او انشغال الجميع بهذا الامر، يعني أن يكون اليقظة متعددة الاتجاهات. هذا ما قصدته بالتمرير أو تمرير بعض الأجندة في زحمة كورونا، لكن كنت تتحدث عن هذا الأمر هو الأبعد عن الاهتمام، مهم يعني مهتمة به هذه الحكومات والدول لكنه من الأبعد، يعني يأتي بعد الأمور الصحية والاقتصادية. هل هذا ما نفهم حقيقة من المقال؟ نعم، أنا أقول هو على مستوى الإعلامي. من تلاحظ إحنا يعني إعلاميين ونعرف دائما نشرة الأخبار هي تعبر عن الشواغل والاهتمامات اللي موجودة. الآن في المانشيت أو في الهيدلاين تبع الأخبار أو الصحف 90% تقريبا كورونا. فأنا أقول أنه جزء من صناعة الوعي والرأي العام والضغط باتجاه قضية معينة وحشد الرأي حولها هو معكوس في الإعلام، يعني يجب أن يكون الإعلام هو المساهم الأول فيه. هل الحكومات تغفل عن هذه الخطط التي تمرر في الزحمة؟ لست أدري، لكن اللي أعرفه مثلا على مستوى الحكومة السعودية أن اتخذت رغم انشغالها التام والكبير بموضوع صيانة الشعب والمواطنين والمقيمين من هذه الجائحة، لكن في نفس الوقت لم تغفل الملفات الأخرى. رأينا موقف من السعودية في مجلس الأمن ضد الانتهاكات ضد استهداف الحوثي للناقلة السعودية، أيضا في بيان ومواقف سعودية حول الأحداث في المهرة أو في عدن. يعني أقصد في متابعة وفي تركيز بحيث لا يطغى شيء على شيء، لكن أنا الهم العام الذي أراه قل كثيرا بالملفات الأخرى خاصة الملف العراقي. طبعا الملف السوري نسينا نحكي عنه، الاشتباك الكبير جدا. سمحت لي استاذ مشاري الذادي، سناتي للملف السوري الامور السياسيه البحته بعيدا عن الامنيه، ان سمحت لي اريد ان انتقل للمستشار سالم اليامي. استاذ سالم، هل ممكن او برايك ان هذه الميليشيات ممكن تعيد ترتيب صفوفها في الاماكن الرخوه في العالم العربي؟ نتحدث عن مناطق في العراق، في سوريا، في ليبيا، في اجزاء من اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم، وحييك أخي سعد الدكتور، وحيي السيدات والسادة المشاهدين، وحيي زميل الضيف من الإمارات. يعني هناك مقولة يعني أن المصائب لا تأتي فرادى، بمعنى أن المصائب تأتي أحيانا بالجملة للأسف، ويعني كورونا في الحقيقة حدث غير مسبوق.
يعني وكما قال الأستاذ زايدي أنه القاسم الأعظم في يمكن 100% من الأخبار التي تصلنا اليوم أو التي يتداولها العالم اليوم كورونا جزء منها. يعني فكورونا غطت في الحقيقة على شيئين، غطت أول شيء على مساحة الخبر الذي يعني يتداول بين الناس والذي هو محرك لكثير من الأعمال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية حتى، وغطت أيضا حتى على بعض الاعتبارات التي يمكن أن نصفها بينها اعتبارات أمنية. يعني الكل اليوم ذاهب إلى الموت بين قوسين، كورونا يعني يؤدي ممكن أن يؤدي بحياة الناس إلى الموت. أنا أعتقد حقيقة لهذه الأهمية العظمى يعني المتعاظمة لمكافحة كورونا واستئثارها بالخبر واستعها بالشاشات ومنصات الإعلام، كان هناك فرصة في الحقيقة لمن يقتنصون الفرص، وهؤلاء يقتنصونها دائما في الحروب، في الأزمات، في الجوائح التي تصيب البشرية. هو يعني هناك من يحاول الاستفادة من هذه الأمور في الحقيقة. الجميل أنه يكون هناك رصد لمثل هذه الأمور. أنا أعتقد أنه يعني في خاصة ما حدث في الفترة الأخيرة وكان يخص المملكة العربية السعودية، يعني تم تسجيله بدقة وبدقة عالية، يعني ولم يكن هناك يعني انشغال كامل عنه، هو مرصود. ربما لم المشاهد العادي والإنسان العادي وربما حتى المتابع مثل الأستاذ الزايدي ومثل حضرتك مثلا ومثل بعض المشاهدين الذين يعني يولون هذه الموضوع أهمية يعني إلى حد ما، حتى هم في تقديري ربما لم يعني يغفلوا يعني هذا الموضوع، بدليل ذلك أنه خرج لنا هذا المقال الذي ينبه ويحذر ويشير إلى مجموعة من التحركات الغير بريئة والتي تقودها يعني جهات أيضا هذه الجهات غير بريئة، وأنها تتحرك في يعني لنقول يعني هذه الغيمة التي تثيرها كورونا اليوم. نعم، لكن هم استطاعوا يعني في سلاح ينقل إلى حزب الله وسط هذه الغيمة كما سميتها والغمة الجائحة. هناك ميليشيات تتحرك على الأرض سواء في سوريا، استهداف القوات الدولية في العراق، إذن هناك استغلال لهذا الظرف. من المؤكد هناك استغلال، لذلك نحن نقول أن المصائب والجوائح لا تأتي فرادة، يعني دائما تأتي مجتمعة، ولكن نحن نشعر ببعض القضايا دون الأخرى، بمعنى لدينا حالة استشعار عالية جدا لكورونا، حتى وإن مات شخص في العالم نجد الخبر يتصدر جميع منصات الاتصال والإعلام، بينما يعني خبر معين لنقل سلاح أو لتهريب سلاح أو لتجاوز نقطة حدود دولية غير مباشرة أو لسرقة صفقة ما في أعالي البحار، هذه تأتي في تقديري في المرتبة الأولى أو الثانية وقد تكون الثالثة في بعض المرات. نعم، أستاذ مشاري الزايدي، هل تعتقد أن من الممكن تكون هناك صفقات سياسية بين الأضداد بسبب هذا الفيروس؟ يعني مثل ما تحدثت أنت عن الروس والأتراك أو الاصطفاف السباعي ضد الزرفي في العراق؟ من المؤكد لأنه هذا ظرف مناسب جدا، مثل ما حكينا قبل شوي بسبب انشغال، يعني هو وين تكون العوائق يعني اللي تعوق حصول مثل هذه الصفقات اللي على قولتك بين الأضداد. أما لما يكون في تركيز أو في متابعة من القوة الدولية، والقوة الدولية تصير تتابع باستمرار كل حركة وبالتالي تحول بينها وبين الوصول إلى نقطتها النهائية، لكن لما يكون الدول كلها منشغلة بهذه الجائحة فهؤلاء أصلا لا يبالون بحياة الناس. أنت تشوف كيف إيران تصرفت مع شعبها، يعني أنا مستغرب لما تشوف الميليشيات المحسوبة على إيران في العراق، والعراق بلد شبه منكوب الآن بموضوع الكورونا، والشباب هناك مركزين على استهداف القواعد الدولية اللي فيها القوات الأمريكية وغيرها، يعني لا يوجد أي حس أو استشعار لمصالح الناس العراقيين العاديين اللي هم حتى في النجف وفي كربلاء وفي البصرة إلى آخره. فمن المؤكد أنه هذا ظرف مناسب جدا، لأنه لا صوت يعلو فوق صوت كورونا الآن لبعض الصفقات المشبوهة، بعض الاتفاقيات المشبوهة أن تبرم في هذه اللحظة وتفرض وقائع مستقبلية. انظر إلى ما يجري في سوريا الآن، التنسيق العالي بين الأتراك وبين الروس في أدلب، بل انظر أنا أعتقد في أنباء تتحدث عن تنسيقات معينة بين بعض المجاميع الإخوانية والحوثية في اليمن، وهذه أيضا قصة خطيرة جدا ويجب الانتباه لها، طبعا بدعم من قطر وتركيا وغيرهم. هذه الآن فرصة مناسبة لهم، العالم
قل الاهتمام باليمن وقل الالتفات الى مواضيع اليمن، فمن الممكن ان يكون الفرصه مناسبه في هذا الرهج وفي هذا الغبار ان تبرم بعض الصفقات. هي اصلا في تنسيق بينهم من الاساس، بس كريستيان ان تتطور او يتطور هذا التنسيق الى مستويات بعد انجلاء الغمه وبعد انجلاء. انت تتحدث بين الاخوان الحوثي عن تماهي ولا تعاون؟ يعني تعاون، وفي بعض اللحظات تماهي. لا تنسى الاثنين كلهم في مشتركات بينهم، كلها حركات سلام سياسي. نعم. كلها متشابهه، تعرف العلاقه بين الخميني والاخوان. يعني خامنئي مرشد الثوره، هو مترجم كتب سيد قطب يعني. فبالتالي هم يعتقدون اصلا هذا مش تنظير، هم نفسهم الان في دعوات من بعض الاصوات الاخوانيه مثل الرحبي والآنسي وتوكل كرمان، دعوات صريحه ليست سرا الى التنسيق مع الحوثي وانهاء الخلاف معه والتوحد ضد ما يسمونه بالمعسكر الصهيوني الامريكي الى اخره. يعني هذه دعوات علنيه مش سريه. طبعا احنا نقول انه احنا الموقف السعودي واضح في دعم الحكومه الشرعيه وفي دعم التفاهم بين المجلس الجنوبي وبين الحكومة الشرعية من خلال اتفاق الرياض. نحن نتحدث عن بعض المجاميع، بعض المجموعات المارقة يعني من هنا أو هناك. إذا انتقلنا إلى ليبيا، أيضا هناك استغلال لهذا الانشغال العالمي، بالذات أنت تتكلم عن ليبيا، اقتربت من أوروبا المنكوبة بالذات إيطاليا يعني بموضوع كورونا. في هناك الآن أسلحة، في هناك تنسيق يتم لصالح مجموعة حكومة الوفاق أو حكومة السراج اللي محسوبة على الإخوان والمدعومة من تركيا وقطر لتكريس وجودها. اللي بصل له انه يعني الحكومات او الدول القوية الحمد لله مثل دولتنا المباركة هي تنتبه دائما الى كل الامور، لان هذا قدر الدولة الكبيرة ان تكون في لحظة انشغالها بحماية وصون شعبها والمقيمين على ارضها من هذه الجائحة، ايضا هي لا تغفل ولا تغفل عن الملفات الأخرى. هذا هو قدر الدول الكبيرة يعني. نعم. أستاذ سالم، هناك ما دام وصلنا لأوروبا مع الأستاذ مشاري وإيطاليا وكذا، هناك حديث عن إصابات قد تستهدف حتى الشحنات الطبية مش البشر، يعني المساعدات الطبية المتوجهة إلى بعض البلدان أو الدول حتى في عرض البحر يعني. يعني هذا مؤكد في الحقيقة، وهذا يعني ربما يعني ينتج عن تركيز الجهات الأمنية التقليدية، سواء كانت خفر السواحل أو سلاح الحدود أو ما يمكن أن يسمى في بعض المناطق، يعني الاهتمامها بقضية الحجر وعدم حركة الناس وعدم دخول وخروج الناس. اليوم نقلت لنا الأخبار في الحقيقة خبرا غريب حقيقة، أن هناك شحنة من الكحول الطبي أو مليئة بالكحول الطبي كانت متوجهة إلى تونس وأوقفت في عرض البحر وتوجهت إلى إيطاليا. يعني تشيك أيضا يقال أنهم استوقفوا شحنة كانت متوجهة من روسيا إلى إيطاليا وكانت تحمل مجموعة من الكمامات، ويعني وجهت غيرت وجهتها. وعند سؤال عابر يعني إعلامي لأسباب هذه الأسباب قالوا أن هذه غير مصرح لها بالعمل في الأسواق الدولية. يعني هذا إحنا نسمع شيء عجيب في الحقيقة يعني، وأنا أعتقد في الحقيقة كل ذلك يجري تحت مظلة الرعب العام من 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 كورونا. هذا الرعب في الحقيقة خلق لنا يعني هذه الاستغلال الخبيث، يعني غير موازين وقواعد، هذا طبيعي. ويعني نحن نقول لو تطورت كورونا إلى أشد من ذلك، سنشهد أيضا حركة تهريب سلاح، سنشهد حركة تهريب بشر، سنشهد يعني قضايا مخالفة للقانون الدولي. وهذا ما ستستفيد من هذه التنظيمات طبعا الإرهابية في العالم. هذه التنظيمات الإرهابية هي تتحين مثل هذه الظروف لكي تستغل الأماكن الرخوة ربما أو التي ليس فيها ذلك الضبط والربط الأمني الكامل. الشيء الآخر، تستغل أن هناك حدثا ضخما، هذا الحدث يعني ربما يسيطر على كل شيء، يعني ربما يسيطر على السياسي، يسيطر على الأمني، يسيطر على الاقتصادي. يعني نحن نتحدث بين قوسين عن الموت. هذا الموت يعني مخيف للكل في الحقيقة، ويجعل كل شيء درجة ثانية بعد يعني التفكير في النجاة. لذلك أنا أعتقد أن كثير من ما سميته بالاستغلال الخبيث لبعض المناطق ولبعض الأحوال وبعض الظروف يعني يمكن أن نشهده، وهذا يعتمد في الحقيقة على مدى يعني القضاء أو التقليل من حدة كورونا في المستقبل. نعم. أستاذ مشاري الزايدي،
تحدثنا معك مع الضيف عن قلة اهتمام، قد يأتي الاهتمام المرتبة الثانية والثالثة، مناطق رخوة، هل هذا يستوجب طرق بديلة؟ هذه المرحلة تستوجب طرقا بديلة للتعامل مع هذه الاختراقات تحدثت عنها في المقال؟ والله أنا يجب أن نتحدث عن طرق بديلة من كل دولة على حدة، يعني التحديات الأمنية لكل دولة تختلف عن الأخرى. طبعا الآن كورونا فرض تحديات متشابهة مثل ما تفضل الدكتور سالم، اللي هو موضوع الأنشطة التي تتصاحب مع حالات الذعر. أنت لما يكون في حالة خوف وذعر عام يكون الخوف مش من المرض نفسه، وبالمناسبة المرض حسب الصحة العالمية هو مرض خطير على الناس اللي مناعتهم ضعيفة، يعني بعض اللي عندهم ظروف صحية معينة لا سمح الله، يعني أمراض قوية مثل السرطان مثل أو عندهم حالات صحية مثل زرع الكلى إلى آخره، أو كبار السن اللي عندهم مشاكل صحية، هؤلاء الذين يخشى عليهم بالدرجة الأولى. أما الباقي فنسبة الشفاء عالية حسب أرقام منظمة الصحة العالمية، نسبة الشفاء هي العالية. بس الخوف وين؟ خوف من الضغط على المستشفيات، كثير من الحكومات ما عندها قدرات أن تستوعب هذا العدد اللي يحتاج إلى رعاية وأجهزة التنفس. والأهم من ذلك، الأهم من الخوف من كورونا هو يعني الأهم من الخوف من المرض هو مرض الخوف، يعني ليس الخوف من المرض بل مرض الخوف، حسب تعبير الصديق والزميل حسين فياض من الإمارات العربية من باريس، عجبني هذا التعبير له، يقول اللي يعني أصعب من المرض من الخوف من المرض هو مرض الخوف نفسه، لأن هذا ينتج إيش؟ مثلا حالات الفوضى، التكالب على المتاجر، التكالب على الصيدليات، يعني يصير في جو للإشاعات والخوف، هذا ما تحذر منه الآن الحكومات والجهات الرسمية في العالم. بالنسبة لهذه التنظيمات الشريرة، سواء كانت تنظيمات إرهاب عقائدي، التنظيمات الدينية وغير الدينية، أو المنظمات الجريمة المنظمة، المخدرات والسلاح وتهريب البشر، ما في شك مثل ما تفضل الدكتور أن هذا جو مناسب لها للعمل، لأنه هي تعتقد أن انشغال الأجهزة الأمنية عنها أو عدم قدرتها على العمل على أكثر من صعيد وعلى أكثر من اتجاه هو فرصة لها. بحب أذكركم ترى صارت محاولة نشرت في الأخبار قبل 3 أيام أو 4 أيام، محاولة خطيرة جدا لتهريب قيادات من داعش من معسكر الهول في شرق الحسكة. نعم. وأحبطت في اللحظات الأخيرة. هذا المعسكر طبعا يخضع لسلطة وإدارة القوات الكردية وقوات حماية الشعب السوري كما تعرف، وأحبطت في اللحظات الأخيرة، وكان فيها عناصر مهمة جدا من ضمنها زوجة قيادي كبير في داعش. هذا يعبر أو يعطيك نموذج أو مثال عن طبيعة نشاط هذه المنظمات وطبيعة تصورها للفرصة الثانية حالها. هي ترى في كورونا فرصة، لا ترى فيها خطرة، لأنهم أصلا لا يقيمون قدرا لحياة الإنسانية والبشر. فهي ترى فيها فرصة لمثل هذه السلوكيات، تهريب أعضاء، هجوم على مقرات، الحركة بحرية على اعتبار أنه كل أجهزة الرقابة والتتبع منشغلة عنهم. فما في شك أنها فرصة ملائمة لهم، لكن مثل ما قلت قبل قليل، الدول القوية هي التي تستطيع العمل على أكثر من اتجاه ومجابهة أكثر من تحدي وأكثر من خطر في ذات اللحظة. نعم أستاذ سالم اليامي، إن كانت كورونا تقتل كما قال الأستاذ مشاري الذايدي المرضى أو لديهم بعض الأمراض أكثر من الأصحاء، فإن التنظيمات الإرهابية تقتل الأصحاء والمرضى على حد صحيح. على حد سواء. هل تعتقد اليوم أن هذه التنظيمات أصبحت في خطرها تشابه هذا الفيروس في بعض المجتمعات؟ إلى الآن حقيقة، وكما ننظر بصورة بانورامية يعني ردود الفعل الدولية في الحقيقة على يعني جائحة كورونا، أنا أعتقد أن كورونا ستستأثر باهتمام الجميع في الحقيقة، وتترك هناك زوايا ربما فارغة أو زوايا ينقصها الكثير من الحزم والانتباه والشدة، تستغلها هذه القوى في الحقيقة، سواء كانت قوى لإرهاب، سواء كانت قوى لتهريب، سواء كانت قوى لمخالفة الأنظمة والقوانين الدولية. أنا يعني امتدادا لحديث الأستاذ الذايدي يعني وسؤالك الأخير له، يعني الدول اليوم الكل يعني يعمل في بروتوكولات معينة للحد من خطر الوباء داخل تلك النقطة أو تلك الدائرة أو تلك ذلك البلد. وأنا في تقديري هذا ينقلنا إلى مرحلة ربما أكثر أهمية، وهي يجب أن يكون هناك تعاونا دوليا. في تقديري الدول أن تعمل فرادة ممكن أن يؤتي بنتائج، ولكن أي خلل فيها ربما يعني يعيدنا من المربع الأول. إذا شكل التعاون الدولي في تقديري يجب أن يتخذ شكلا آخرا، يكون له مسارين. المسار الأول هو محاربة كورونا كوباء كمرض، الشيء الآخر التنبه إلى
الأبواب الخلفية والنوافذ الخلفية التي ممكن أن يمر عبرها جماعات إرهابية وجماعات تخريب وجماعات مخالفة للقانون الدولي. لكن في ارتباك اليوم في العالم حتى في مكافحة كورونا. إذا نظم المجتمع الدولي نفسه، يعني بمعنى أنه لا يعمل بشكل انفرادي، كل دولة اليوم يعني إحنا شفنا البروتوكولات التي استخدمتها الصين تستخدمها الدول الأخرى اليوم نفس الشيء بالتتابع، يعني حظر تجوال، نزول قوات إلى الشوارع، إلزام الناس بمنازلهم، هذا كله يعني كان نموذج في يوهان في بداية العملية، واليوم الكل يستخدمه. يعني أنا في تقديري لا يكفي هذا الاستخدام، يجب أن نضيف إليه جزئية صغيرة وهي التعاون اليقظ والحذر للمخاوف والمحاذير السابقة اللي هي الجماعات الإرهابية، خطر الإرهاب وخطر مخالفة القوانين الدولية. نعم، مستشار سالم اليامكات والباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. الأستاذ مشاري الذايد الإعلامي والكاتب الصحفي، شكرا لك، وأرجو أن تبقى معنا إلى الملف الثاني. سيدات والسادة، فاصل قصير، نعود بعده لمجمل القول وثاني ملفات هذا المساء، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم. مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم وتخطي أعداد المصابين 300 ألف حالة، ثلثيها في أوروبا وثلثها الآخر في آسيا، دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم العالم إلى الانتقال من حالة الدفاع ضد الفيروس إلى حالة الهجوم عليه، وأدى أن حالة التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل إجراءات دفاعية، لكن علينا الهجوم عليه عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر، إجراءات قد يخالفها الرأي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فهو يرى أن أي إغلاق عام قد يدمر البلاد وسيكون ضحايا الكساد والاكتئاب أكبر، في حين تحذر منظمة الصحة العالمية أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تتحول إلى مركز لتفشي الفيروس، مؤكدة أن هناك تسارعا كبيرا للغاية في أعداد المصابين الذي وصل إلى نحو 50 ألف إصابة. فكيف ستكون آليات الهجوم؟ وهل أوروبا متفقة مع الولايات المتحدة في الإجراء أم سيستفاد من التجربة الصينية والكورية الجنوبية في مضادة الفيروس؟ أهلا بكم. مع الوتيرة المتسارعة لانتشار فيروس كورونا في دول العالم المختلفة، تتطلب المرحلة الحالية بحسب منظمة الصحة العالمية الانتقال من مرحلة الدفاع ضد الفيروس لمرحلة الهجوم، مؤكدة أن العالم قادر على تغيير مسار الوباء. وفي حين تتجاوز حصيلة الإصابات بالفيروس 300 ألف شخص، يبقى التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل من الوسائل المهمة التي ينصح بها المتخصصون لمواجهة الفيروس ووقف انتشاره. دلوقتي احنا كمان المفروض نغير وننقل ساحة المعركة الى الشارع والى البيت مش المستشفى. ازاي؟ ان احنا هنبحث عن المشتبه فيهم ونبحث عن المخالطين ويتم عزلهم في البيوت، حجر صحي في البيوت، بشكل ان احنا نتبعهم ونثقفهم ويعملوا ايه في البيت، يكون في تهوية جيدة ونتبع ايه قياس الحرارة وقياس اي عرض واتصال بمراكز الصحية والسلطات الصحية واخبارهم باي تغيرات وتطورات. وعلى وقع الإجراءات الهجومية والاحترازية والوقائية ضد الفيروس، شددت دول عربية وأوروبية من إجراءاتها من خلال فرض حظر للتجول لعدة أسابيع فضلا عن منع التجمعات وإغلاق المحل والمطاعم. ده 50% من الحل، يعني 50% الأولين يتعملوا هو أن الحكومة تفرض احترازات قوية ضد التجمعات وضد التجول. 50% التانية هو الوعي، أن الناس نفسهم يفهموا أن أهمية عدم التجمع. وفي الوقت الذي تؤكد فيه منظمة الصحة العالمية أن الأدوية التي لم تخضع للتجربة لعلاج مرض كورونا قد يعطي أملا زائفا، تجري عدة دول منها فرنسا والولايات المتحدة والصين تجارب على لقاحات ودواء كان يستخدم مسبقا لعلاج الملاريا. على الرغم من حجم المأساة الكبيرة التي يخلفها فيروس كورونا، إلا أن الأمال ما زالت كبيرة في قدرة دول العالم في السيطرة على الفيروس وتحويل مساره والانتقال من مرحلة الدفاع للهجوم من خلال مجموعة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومن خلال أيضا استمرار الأبحاث والتجارب للتوصل إلى لقاح يوقف عدد الضحايا. لبرنامج مجمل القول، محمد شعبان، القاهرة.
أهلا بكم أهلا من جديد إلى مجمل القول وثاني ملفات هذا المساء. ودعوة منظمة الصحة العالمية العالم للانتقال من مرحلة الدفاع ضد الفيروس إلى مرحلة الهجوم. ضيوفي هنا في الاستوديو المستشار سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، ومن دبي عبر الهاتف الأستاذ مشاري الذايدي الإعلامي والكاتب الصحفي، ومن القاهرة عبر الأقمار الصناعية الدكتورة شيرين عامر أخصائية الصحة العامة. الآن نبدأ معك دكتورة شيرين عامر. يعني اليوم بالأمس منظمة الصحة العالمية تدعو العالم للانتقال من مرحلة الدفاع إلى الهجوم. ما هي الإجراءات التي تريدها منظمة الصحة العالمية من العالم أكثر مما جرى؟ تمام. المرحلة الأولانية من ساعة بداية الفيروس وطريقة متابعته ومكافحته كان إن إحنا بناخد الإجراءات الوقائية الاحترازية، وكان ساعتها إنه طريقة الانتشار كانت عبارة عن التعامل مع أي حد يكون كان مسافر أو على كونتاكت بمسافر أو مخالط له في مكان من بلد من البلاد اللي هي كانت فيها تفشي المرض. الموضوع دلوقتي بقى بيتطور أكثر وأكثر، إن بقى عند حضرتك طرق الانتقال متعددة ومتغيرة، وفي منها جزء غير معلوم، وبالتالي إنك تاخد الإجراءات الاحترازية فقط بإنك مثلا تفحص المخالطين أو اللي كانوا مسافرين للبلاد اللي كانت اللي هي الموبوءة اللي كانت مصنفة وقتها بأنها البلاد الموبوءة أصبح غير كافي. دخلت على مرحلة حضرتك إنك لازم تبدأ موضوع العزل المنزلي للمسافر أو للمخالط لمدة 14 يوم. بعد كده دخلنا على مرحلة بأنه عدم التواجد في مجموعات. كل ده ما يعتبرش هجومي، هو ده دفاعي، لأن بقى دلوقتي من واقع إنه طرق انتشاره أجزاء منها غير محددة وغير معلومة على وجه الدقة، تستدعي أننا نحرص على محاولة اكتشاف مصابين جدد. بمعنى أصح أي حالة يتم الاشتباه فيها لا لازم بقى يتاخد معاها الإجراءات. نعم نسمعك. يا دكتورة شيرين. I'm sorry يا فندم. يأخذ معها الإجراءات للفحص والمتابعة والعزل وعمل الفحوصات اللازمة ومتابعتها للتأكد أن الإجراءات دي أو سوري الأعراض المصاب بها. لكن دكتورة شيرين هل من الممكن هل هي تتبع لكورونا هذه الأعداد المشتبه بهم في ظل قلة توفر أدوات الكشف عن الفيروس حول العالم وخصوصا في الدول الأقل نموا؟ يعني الصوت، أنا أسفة معلش الصوت قطعنا. تسمعيني الآن دكتورة شيرين؟ أيوة أسمع حضرتك دلوقتي. أقول هل يعني في دعوات منظمة الصحة العالمية عن فحص كل المشتبه بهم، هل هذا ممكن اليوم في ظل قلة أدوات الكشف عن الفيروس خصوصا المسحات الطبية عن طريق الأنف خصوصا في الدول الأقل نمو في العالم؟ هقول لحضرتك حاجة، في خطوات بتأخذ تدريجيا من أول بداية ظهور أعراض، وهي أعراض أنه مثلا فيفر أو الحرارة 38 درجة فما أكتر، الكحة، إحساس اللي هو التعب الفتيج، لغاية لما توصل لمرحلة الـ shortness of breath اللي يدسني أو ضيق التنفس. دي كلها مراحل هي متصنفة سواء من منظمة الصحة العالمية، وعندنا حتى احنا هنا في مصر في وزارة الصحة في بروتوكول التعامل مع الموقف مش بيخلي حضرتك من أول مرة هتدخل إنك تعمل المساحات وبالتالي تستهلك الموارد اللي عندك مرة واحدة. هي درجات الأعراض بتبدأ ما بين مايلد، أعراض بسيطة، نعم، عرض يتبعه عرض لما بعده، ليها بروتوكول في التعامل مع الحالة وقتها، لكن بحرص وبحذر وبجدية، بمعنى إنه لا يتم تجاهل ذلك أيا كانت العرض خفيف أيا كانت الأعراض خفيفة أو بسيطة، لكن يتم المتابعة للمريض حتى نعم. يصل لمرحلة إنه واضح جدا دكتورة شيرين. إن سمحت لي أريد أن أنتقل للأستاذ مشاري الذايدي. أستاذ مشاري الذايدي، كان الكثير يتحدث عن قد تكون القارة التي تبلى بهذا الفيروس بهذا الشكل قد تكون هي أوروبا بما أنها العالم المتقدم، لكن اليوم أصبحت القارة الأكثر تضررا، حوالي 200 ألف مصاب في هذه القارة. هل أوروبا مصابة اليوم بما أسميتها أنت قبل قليل بمرض الخوف أكثر من الفيروس وما جعلها تبدو مرتبكة حتى في التعامل مع الفيروس؟ ما في شك أن اللي فاجئ العالم كله هو أوروبا. يعني كان التصور ما قبل كورونا عن أوروبا شيء وما بعد كورونا شيء آخر، بالذات في إيطاليا. نلاحظنا ضعف النظام الصحي الشديد جدا عندهم،
بطء اتخاذ القرار بسبب الثقافة السياسية هناك، تصارع الأحزاب، يعني إيطاليا كل كان جتها فترة كل سنة تغير لها رئيس حكومة أو رئيسين، وغير ذلك أيضا ثقافة الشعوب الأوروبية بالذات من بعد الحرب العالمية الثانية وجاي، اللي هو زيادة الثقافة الفردية وتقليل مساحات تدخل الحكومات في حياة الأفراد وعملية الشك المتبادلة دائما، هذه كلها عوامل على بعضها يعني تشمل كل العالم الغربي ربما، هي التي تجعل من تطبيق سياسات الحكومية الاحترازية أمر صعب، بسبب حتى لاحظنا الرئيس الفرنسي يعني يخرج يكرر أكثر من نداء يعني للفرنسيين بالالتزام بهذه الاحترازات. الأمر الآخر أنا أعتقد أنه يعني حسب كلام الدكتورة قبل قليل وهي متخصصة، أنه إلى الآن في بعض الأجزاء غامضة حول كيفية انتقال العدوى، يعني إحنا نعرف أنه في الأحوال الطبيعية اللي هو عملية الرذاذ الذي يعني يأتي بشكل مباشر أو يقع على الأسطح معين، وهذه سهل التعامل معها من خلال الإجراءات الوقائية، يعني التباعد، موضوع النظافة والتعقيم إلى آخره، لكن لما يكون في جزء غامض هنا أعتقد معضلة العالم. ترى الكلام اللي أشرت له دكتور غنام قبل قليل على موضوع الرئيس الأمريكي ترامب، إحنا لازم نشوف الجهة الثانية من الصورة، وهو الآن أنت في عملية مثل ما عنونت مجلة الإيكونومست أنه العالم كله وضعت صورة وأنه العالم كله كلوز أو مغلق، وهذا واقع لما تشوف كل حركة الطيران تعطلت تقريبا في العالم، ومع تعطل حركة الطيران تعطل حركة تبادل البضائع، تبادل الأشياء أخرى، طبعا البضائع سفن الشحن أو الطائرات الشحن وسفن الشحن لا زالت تعمل، لكن أقصد حركة تعطل الأفراد وبالتالي البزنس والمجتمعات، قطاع الخدمات، السياحة إلى آخره، سلسلة متعاقبة، هذه أيضا مخيفة جدا لزعماء الدول ولصناع الاقتصاد في العالم. نعم. ولذلك الآن التحدي الكبير هو كيفية مواجهة كورونا بشكل عملي، وبنفس الوقت كيفية عدم تسديد ضربات مميتة للاقتصاد العالمي، لأن بدأ الخبراء يتحدثون عن أن الخوف ليس من عملية ركود في الاقتصاد بل من عملية نعم شلل. أستاذ مشاري، يبدو أن التحدي الكبير هو في كيفية المواجهة كما ذكرت. إن سمحت لدي فاصل قصير ضيوفي الأعزاء، سيدة وسادة فاصل قصير، نعود بعده إلى مجمل القول لاستكمال هذا الملف، لا تذهب بعيدا. أهلا بكم إلى الزام جديد إلى مجمل القول في جزء الأخير، ما زلنا نناقش ملفه الثاني، الانتقال من مرحلة الدفاع ضد فيروس كورونا إلى مرحلة الهجوم عليه كما دعت لذلك منظمة الصحة العالمية. ضيوفي في هذا الملف المستشار سالم اليامي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، ومن دبي عبر الهاتف الأستاذ مشاري الذايدي الإعلامي والكاتب الصحفي، ومن القاهرة عبر الأقمار الصناعية الدكتورة شيرين عامر أخصائية الصحة العامة. سيدات والسادة، نشاهد هذا التقرير من واشنطن ثم نعود لاستكمال هذا الملف، لا تذهبوا بعيدا. تقول منظمة الصحة العالمية إن وباء الفيروس كورونا يتصارع ويتكاثر، عدد المصابين في العالم زاد عن 400,000 شخص، مات منهم 17,000 بينما شفي 103,000 شخص. تقول المنظمة أيضا إن الأرقام تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تصبح في الأيام المقبلة بؤرة الوباء الذي أصاب حتى الآن 46,000 شخص في أمريكا وأسفر عن موت حوالي 600.
مدينة نيويورك أصبحت بؤرة الوباء في الولايات المتحدة، ورغم ذلك فإن 13 ولاية أمريكية فقط من بين 50 ولاية هي التي أمرت مواطنيها بالتزام بيوتهم وعدم الخروج إلا لأمر طارئ. الرئيس ترامب تحدث عن احتمال فتح البلاد أمام النشاط التجاري خلال 15 يوما، وقال إن آلاف القتلى في حوادث السيارات سنويا لا تمنعنا من قيادة السيارات. دعونا نتطلع إلى المستقبل ونحن نعيد فتح بلادنا. الرئيس ترامب يخشى من أثر الوباء على الانكماش الاقتصادي، بينما يحاول الكونغرس الاتفاق على حزمة من الإجراءات للتعافي اقتصاديا وماليا، لكن الوباء والاقتصاد والتواصل الاجتماعي والرياضي يسوء في أنحاء العالم. إيطاليا طلبت دعما عسكريا أمريكيا لمواجهة الوباء، هناك عدة آلاف من القوات الأمريكية في إيطاليا، واليابان قررت إرجاء الألعاب الأولمبية حتى العام المقبل، لكن الأمل ما زال يلوح في الأفق. بينما تستمر التجارب على لقاح جديد، تعرف العلماء هنا على 96 دواء تتواجد أصلا لعلاج أمراض أخرى كعلاج محتمل للفيروس. من بين هذه الأدوية دواء الانفصام الشخصية ودواء للسكري من النوع 2، لكن التجارب على هذه الأدوية ما زالت مستمرة. عاطف عبد الجواد، مجمل القول، تلفزيون المملكة العربية السعودية، واشنطن. اهلا بكم اعزائي الى مجمل القول. الاستاذ سالم اليامي، كما استمعنا في التقرير، منظمه الصحه العالميه تحذر ان الولايات المتحده قد تكون هي مركز تفشي وباء كورونا المستجد، حوالي 50,000 اصابه. الرئيس الامريكي ما زال يخالف هذا الراي ويقول ان اي اغلاق عام للبلاد يمكن ان يدمر الوضع الاقتصادي، سيكون ضحايا الكساد والاكتئاب الناتج اكبر من ضحايا الفيروس. يبدو اننا اليوم امام بعد اخلاقي. هذا صحيح. يعني دعني أرحب بحضرتك من جديد وبالسادة الضيوف أولا. الشيء الثاني في الحقيقة يعني الجانب الأمريكي لا يزال يسير في اتجاه أحادي، بمعنى يسير بما يهم الولايات المتحدة الأمريكية، ما يهم الإنسان الأمريكي، ما يهم الاقتصاد الأمريكي، وهذا في تقريري يقلل في الحقيقة من النظرة التي ندعو لها نحن كمراقبين على الأقل، ويجب أن يكون هناك تحرك دولي يعني من كل القوى القادرة في المحيط أو في المنظومة الدولية. ولعل المملكة يعني دعت حقيقة، ربما الأسبوع القادم سيكون هناك مؤتمر لقوى 20 دولة، لاجتماع سيكون صلب أو مهمة هذا الاجتماع هو كيف التصدي والقضاء على كورونا أو كيف مواجهة كورونا. ولكن الجديد حقيقة في الدعوة السعودية أنها تحمل العالم المسؤولية بشكل كامل، وهذا ما لمسناه في التقرير. كان هناك دعوة من إيطاليا تقول العالم يجب أن يساعدني، الجانب الأمريكي يجب أن يساعدني. نعود للجانب الأمريكي في تقريري، وهو كان هو جزء أساسي من التقرير الذي استمعنا إليه. الجانب الأمريكي في الحقيقة وعلى لسان الرئيس الأمريكي دائما يبحث في خياراته لمكافحة كورونا إلى مسارين، المسار الاقتصادي والمسار الإنساني، ولعله جزء من الثقافة يعني والمزاج العام الأمريكي الأوروبي الغربي التعويل على قضايا الاقتصاد، على قضايا المادة يعني، وعلى قضايا الفردية الاقتصادية يعني. لذلك رأينا كل الخيارات التي يطرحها الجانب الأمريكي تتحدث عن أهمية إعلاء أهمية الاقتصاد، وأن يكون الاقتصاد بقدر الإمكان غير ممسوس، وفي ذات الوقت حتى لو كان على حساب البشر، حتى وإن كان على حساب البشر نكون يعني نهتم بالبشر بالقدر المستطاع والقدر الممكن، ولكن يجب ألا نقفل الاقتصاد. ويعني لعلنا نعرف أن التنمية أو النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية حقق في عهد السيد ترامب يعني قفزات متقدمة، ولكن كورونا اليوم تريد أن تخسر الرجل كل هذا الموضوع وهو مقبل على انتخابات. إذن نحن أيضا بين معضلة جديدة. القضية يعني
أمرين أحلاهما مر أمام ترامب اليوم. أنا في تقديري وبناء على التصريحات التي استمعناها اليوم أن سيكون هناك ميلا أكبر لإعلاء شأن الاقتصاد مقارنة بما يكون الذهاب إليه لي يعني معالجة الجانب الإنساني. هناك نقطة صغيرة في نصف دقيقة لسنة. نقطة صغيرة جدا وهي يعني أنه في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية ومن يعني استطلاعات الرأي ومن يعني التصريحات التي مع من أصيبوا بالمرض ومن لم يصابوا حتى بالمرض، هناك يعني قد نقول إن قد نسميها أزمة أخلاقية تتحدث عن أن هذا المرض يعني قد يكون هو حل سحري لي يعني تغيير المعادلة بكبار السن الذين يحصلون على كمية كبيرة من الرفاه ومن التأمين الطبي والحياة المرفهة بعد تقاعدهم. طبعا الآن هناك أجيال شابة تنظر إلى مقاعد هؤلاء وتريد يعني أن تقفز في أماكنهم، ولعل كورونا جاء ليخلصهم منهم. هذه في الحقيقة لمسة لا أخلاقية في السياسة الدولية وفي السياسة الأوروبية، نتمنى أيضا أن تناقش حقيقة ضمن الاجتماعات القادمة. نعم سيد مشاري الذعدي في نصف دقيقة لو سمحت، الدول الأوروبية اليوم يعني تبتعد عن المعسكر الأمريكي في صالح الصين الفائقة بقوة بعد هذا الفيروس؟ والله هو تحدي صعب وجديد للجميع، وما في شك أنه تحدي بالدرجة الأولى على المنظومة الأوروبية، لكن لا أعتقد أن الأمور تذهب إلى هذا المدى. ما يربط أمريكا بأوروبا أكثر بكثير رغم جائحة كورونا، التاريخ تتكلم عن الدفاع المشترك، تتكلم عن التجارة الدولية، تتكلم عن التبادل الثقافي، يعني هي أوروبا جزء من المنظومة الغربية وأمريكا هي قائدة هذه المنظومة. نعم. فحتى لو تضررت بسبب كورونا لا أعتقد الأمور تصل إلى هذا الحد. الخلاصة أنا في نظري العالم أمام تحدي صعب جدا، وكيفية مجابهة كورونا وفي نفس الوقت كيفية حماية الاقتصاد العالمي هم الأمران على درجة واحدة. الأمر مش أخلاق أمام مقابل لا أخلاق، هو حتى الاقتصاد أخلاق. لما الإنسان يجلس في بيته وما يشتغل، يعني نتكلم عن الوظائف البسيطة، ماذا حينعكس على بيته وعلى دخله وعلى أسرته وعلى بالتالي تصير نعم. سلسلة من أستاذ مشاري الذايدي يبدو الأمر والتوفيق بينهما صعب جدا. مشاري الذايدي الإعلامي والكاتب الصحفي من دبي شكرا جزيلا لك. الدكتورة شيرين عامر أخصائية الصحة العامة من القاهرة شكرا جزيلا لك. المستشار سالم يامي كاتب البحث في العلاقات الدولية شكرا جزيلا لك. السيدات والسادة شكرا جزيلا لكم، أرجو أن تبقوا في بيوتكم، حفظ الله الملك والوطن والشعب، إلى اللقاء.